لوحة مثل خريطة أي وطن، لما يفقد هويته بيتحول لخريطة هشة وأي حدا في ياخد شقفة منه. الأحد رح ضب لوحاتي بالشنطة وروح بيعن قماش بتركيا. عصفور هو مجموعة عصافير التقوا على قماشي عندي وصاروا لوحة. هيدي اللوحة رح روح علقها بإكسبو ببودروم، بيلتقي فيه ناس من كل العالم، رح حطهم قص قدامها ورح خلي كل شخص مارق بهيدا الإكسبو يشتري عصفور وياخده معه على بلده. كل عصفور رح بيطير على بلد واللوحة رح تتجزأ تدريجياً.